أهلا بكم. أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة الحالي مظهر محمد صالح أن انتعاش أسعار النفط عالميا يكفي لسد عجز موازنة العام الحالي بعد الانتكاسة التي تعرضت لها من جراء فيروس كورونا. ووفقا لصالح، فإن الإيرادات الناتجة عن النفط المصدر تعوض عن أي حالة عجز أو اقتراض في الموازنة، مع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 62 دولارا بعد ثباته عند سعر 45 دولارا، داعيا الحكومة إلى التوقف عن الاقتراض. وأشار صالح إلى أن تحقيق فائض في الموازنة يتطلب توفير درجات وظيفية أو مشاريع أو أبواب صرف جديدة. كشفت السلطات الإيرانية عن تصديرها محاصيل زراعية إلى العراق بقيمة 11 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، في وقت يتهم نواب ومزارعون في العراق الميليشيات الموالية لإيران بالوقوف وراء إحراق المحاصيل الزراعية في البلاد. وقالت منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية شكلت 30% من قيمة صادرات السلع الإيرانية المصدرة إلى العراق ما بين العام 2016 إلى عام 2020. وفي وقت سابق أعلن مدير عام جمارك محافظة إيلام روح الله غلامي تصدير سلع وبضائع إيرانية بقيمة 124 مليون دولار إلى العراق في الشهرين الأخيرين. تشهد محافظة البصرة انتشارا سريعا لفيروس كورونا أو لفيروس إنفلونزا الطيور، ما تسبب في نفوق عشرات الآلاف من الدجاج المصاب وسط محاولات للسيطرة على الموقف. وقال مسؤول دائرة الثروة الحيوانية في محافظة البصرة حيدر عدنان إن أحد حقول الدواجن في بلدة سفوان شهد نفوق 60,000 دجاجة بسبب الإصابة بإنفلونزا الطيور، وبين أن الإصابات ظهرت في حقل واحد وتم التأكد منها بعد أخذ عينات وفحصها في العاصمة بغداد. وجرى طمر الدجاج النافق ووضع طوق حول مكان الطمر بمسافة 7 كيلومتر. توقع رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة القاضي أن تزداد معاناة السوريين المعيشية خلال الفترة المقبلة مع عودة تهاوي سعر صرف الليرة التي فقدت جميع محددات قوتها، وعجز نظام بشار الأسد عن الإيفاء بأي وعد قطعه لناخبيه. وأبدى القاضي تخوفه من لجوء النظام إلى تقسيم سوريا للمحافظة على حكمه الفاسد لأي شرعية بعد مسرحية الانتخابات. وأضاف أن النظام يروج هذه الفقرة لانتعاش مقبل بالاعتماد على عودة رؤوس الأموال والمستثمرين من الخارج، لكن ذلك لن يحصل، فأصحاب الأموال لن يتركوا الدعم والمناخ الجاذب في أي دولة للعودة إلى سوريا. واعتبر القاضي أن السوريين يدفعون الثمن وحدهم بعدما ساقهم النظام بالإجبار إلى تجديد حكمه الوراثي. قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة إيرغيفن التي جنحت في القناة بشأن تعويضات للخسائر مستمرة لكنها لم تشهد تقدما. وأضاف ربيع أن إدارة القناة تنتظر الحكم النهائي للمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية بشأن التعويضات، معربا عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة تقدما في المفاوضات قبل إصدار حكم المحكمة الاقتصادية. أبقت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني على التصنيف السابق لتركيا عند تصنيف B2 مع نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد التركي. وتأتي النظرة السلبية للاقتصاد التركي على الرغم من ارتفاع نسبة النمو إلى 7% خلال الربع الأول، وما يقال عن قوانين إصلاح وجذب جديدة تقدمها حكومة أنقرة. وكان الاقتصاد التركي حقق العام الماضي ثاني أعلى نسبة نمو في مجموعة العشرين بعد الصين. ختام الأخبار الاقتصادية، إلى اللقاء.